الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. بالنسبة لموسم الحج هناك مساعي حثيثة أقوم بها من أجل الضغط على الكلفة المرتقبة والتسعير التي سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة. وقد قمنا بماراثون من اللقاءات مع السيد وزير النقل، ويعني تمت دعوة شركة الخطوط التونسية والديوان الوطني للطيران المدني والمطارات والإدارة العامة للطيران المدني، كلها جاءت بالأول أمس للوزارة وتم محاولة الضغط على الكلفة، والحمد لله هناك استجابة، هناك أخبار مبشرة. منذ البارحة هناك تقليص في تذكرة السفر على الأقل 200 دينار بالنسبة للحاج الواحد. بالأمس كذلك قمنا باجتماع مع شركة الخدمات الوطنية والإقامات لسنار حتى يتم محاولة مزيد الضغط كذلك على كلفة الإعاشة والنقل في المملكة العربية السعودية. انتقلت لجنة الصفقات ولجنة المعاينة للمملكة العربية السعودية وتم كراء النزول هناك في مكة وفي المدينة. عدد الحجاج هو 4972 حاج، هذا هو العدد الجملي، الحصة التي منحتنا إياها المملكة العربية السعودية. هو العدد الجملي كله انخفض لأنه كانت المملكة تستقبل في 3 ملايين حاج على أقل تقدير، سنة مليون فقط. بشكل آلي كنا خرجوا 11000 حاج، في هذا العام 4972 حاج وحاجة إن شاء الله يؤدون مناسكهم في ظروف طيبة إن شاء الله. والله الاستعدادات كانت يعني فيما يخص الكورونا، وهذا تم التلقيحات المطلوبة من المملكة العربية السعودية تم إجراءها، وهناك فريق طبي، هناك فريق طبي سينتقل إلى 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 المملكة ليرافق جميع الحجيج في المناسك وفي البقاع المقدسة بالتنسيق مع وزارة الصحة. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.